دي طبعا المعده اللي احنا بنفصلها عن مجموعه الدهون دي. دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوته من عيان لعيان حسب الاوزان. ودي طبعا احنا لازم نفصل المعده عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعده الى جزئين، المعده الجديده والمعده المتبقيه، او دي قبه المعده وده جسم المعده ونهايه المعده اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبه قد تصل الى 80%. دي الطريقه اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزه الكي ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو بيفصل الدهون عن المعده زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش اي نزيف، مفيش اي مشاكل. الامور يعني يمكن بسيطه باستخدام كل التقنيات الحديثه. الخطوه الثانيه من العمليه ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعده اللي احنا هنسيبه، نحط شاشه ونسيبها لنهايه العمليه. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعده على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعده عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي دبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقه اللي هي تكميم المعده. احنا زي ما شفنا العمليه سهله جدا، في خلال 10 دقائق بيتم عمليه التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعده، بقيه المعده فصلناها عن المعده الثانيه اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، دباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي؟ بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحة ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي، عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها، وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه، ونشوف احتماليه الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل. امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب، مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان للظروف ما بعد العمليه.